يلا يلا وانا بطلع من هون. يا سلام على الله، يلا انزل انزل. يا سلام على الالعاب، يا سلام على الالعاب، يا سلام. واي واي ويا طم طم ويا طم طم ويا واي واي. ادم تعال تعبنا خلص. عمو صابر سامح، انتوا ايش سووا؟ لسه هلا كنت اقول له يلا ادوم تعال نتريح شوي، انا تعبت ضليت بتمرجح اللي زمان بتمرجح. تعال نروح نتريح عشان انا تعبت ونتريح. طيب تلعب معنا بس تلعب نتريح. لا ما خلص نتريح. خلص نتريح. طيب كروم تعال. يلا تعال 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 سموحه تعال. منهم نتريح. يا سلام. اوبا اقعد اقعد نوسع لك. تعال تعال انا اقعد. اقعد يا زلمه اقعد. هذا حكى معك انت كل شيء بدك تقعد وكل شيء بتعيط وكل شيء بتعمل فيلم. كيف حالك يا قدومي؟ مرحبا. كيف كانت اللعبه؟ كثير بتجنن صح؟ طب احنا جوعانين ايش بدنا ناكل؟ ايش بدنا ناكل؟ ايش بدنا ناكل؟ انا عندي عمو صابر انا بدي اروح اجيب لكم شيء له طاقه وزاكي كثير. له طاقه وشيء زاكي كثير؟ يا سلام اكيد شيء منيح وصحي صح؟ طب يلا يلا انا هنجي. لحظه نعم ايش بدك تجيب؟ بدي اجيب لكم شيء زاكي. شيء زاكي؟ يلا هلا برجع. ايش قصده يعني شيء زاكي يا ادم؟ ما بعرفش. إشي زاكي يعني إشي إحنا بنحبه. يعني سيبوكم منه منيح اللي راح. أنا في عندي عن جد إشي زاكي مفيد. أنا بعرفش إيش راح أجيب لكم بس أنا هلا بساعتي هاي راح أجيب لكم إشي كتير 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 زاكي. لك تشوفوا. أنا بقول 3 2 1 تقولوا عمو صابر جاي. جاهزين؟ 3 2 1 عمو صابر جاي. كيف؟ هذا شيء مفيد وبيشبع كمان. عارفين ايش هدول صح؟ هدول خضار. مين بده جزرة؟ أنا. طب خذ أنت جزرة. خيارة؟ أنا. وأنا باكل بندورة. يلا هدول الخضار أكثر شيء أكثر شيء مفيد بالدنيا. يلا. بسم الله يلا كلوا. ويا طم طم ويا طم طم ويا لاي لاي ويا طم طم ويا طم طم ويا لاي لاي. هيني اجيت انا عمص ايش سووا؟ جبت لهم شيء زاكي. ايش سمعتك يا ادم؟ طولت لك ساعه عبين ما رحت واجيت. ايش هذا؟ خضار. ايوه قول له قول له ايش اسمها هاي؟ هاي جزرة. را 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 هاي جزر يقوي النظر. جزر يعني اللي وهذه ايش يا عمو صابر؟ هاي بندوره. بندوره؟ وايش هاي يا كروم؟ خياره. ختياره؟ مين ختياره؟ ولا هاي وين هاي؟ هاي خياره. لا ارميها ادم. هذه خذ شوكولاته. لا هذه اسكا شوكولاته؟ لا وقعت لك خلص هلا بنغسلها قرر الدوم معلش قرر خد خد انت كمان شوكولاته. وانت يا ادم خد شوكولاته. وانا كمان شوكولاته. لحظه شوي. يعني شوكولاته ولا 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 خضار؟ خضار لانه مره اكلت شوكولاته. وسوت لي سوس هون باسناني. واو اكلت شوكولاته اجي ذكي كتير. يعني زي هدول شوكولاتة كتير. وصار بطني وجعني. صار بطني وجعني كنت عندك هون. ليش بتعيط يا سامح؟ اجي اقول لك هم سوسة لا شوكولاتة زاكية. هذه شوكولاتة زاكية هي مشكلتك شوكولاتة زاكية. بس انا هم حكوا لي على الدكتور من ورا شوكولاتة. افتح ايدك سامح. اتفضل اتفضل. وانت يا كروم اتفضل. اعطيه بدنا شوكولاتة. شوكولاتة كتير مش مفيدة. هي بتعطي طاقة بس هيك. شوكولاتة يا زاكية. لا مش زاكية. أقول لك أنت بدك تخلينا نروح على الدكتور مش نلعب معك. قوم قوم قوم. لا تعالوا مش منيحة الشوكولاتة العبوا معي يا عمو. لا بدناش لما تبطل تاكل شوكولاتة نلعب معك. شو هذا لقمة شوكولاتة؟ طلعوا عني ما بدهمش العبوا معي. فيش بعد الفواكه والخضار. شوكولاتة مش زاكية هذه. أنا زعلان. العب هون لحالي.
وعالجرس وعالدايرة. إلى اللقاء. مصادر برسم عالتفاصيل، الأولاد بيحبوني وبينادوني شاطر، بحب آكل محشي.